أيها الناس، لقد عاشت الشام 40 سنة في ظل نظام غاشم عبث بدين الناس وأفسد عقائدهم ونشر بينهم البدع والشركيات، ومكن لأعداء الإسلام من أن يفسدوا عقائد الناس. فلما نطق الناس مطالبين بحقوقهم وجه بنادقه إلى صدورهم وسحب جماجمهم واغتصب بناتهم ويتم أطفالهم وشردهم في البلاد. والله 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 ما عرف التاريخ العديد أبدا بغيا ولا قتلا ولا مجازرة كما فعل النظام السوري الظالم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله تعالى في النار. لا زال ذلك الطاغية فرعون يضيق عليه حتى خرج من سوريا خلال 40 سنة ملايين من الناس، حرمهم من أمرهم، حرمهم من ممارسة ما يريدون من دين ومن دنيا، حتى ضيق عليهم وفرقهم في البلاد. وهو اليوم يشرد ما تبقى منهم طاغية طاغٍ تمرس في إبادة شعبه وأدار فيهم كل فعل منكر. كم عالم ألقاه في زنزانة مشؤومة، كم عابد ومفكر، ولكم أراق دماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المخبر. سنوات حكم عاشها متخوضا يبتاع في سوق الضلال ويشتري. أيها المسلمون، إنما رأيناه يوم الله، بل ما نراه خلال 3 سنوات من بطش النظام السوري أمر والله لا يحتمل لسان أن يتكلم به، ولا تطيق عين أن تنظر إليه.